السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من النصائح وهذا اليوم واليوم إن شاء الله النصيحة السابعة. قراءة الكلمات أو قراءة الكلمة بحركة الفتح والكسر والضم. هنقرأ اليوم إن شاء الله إزاي نعرف نقرأ الحروف بحركة الضم، وهنأخذ عليها بعض الكلمات إن شاء الله. ابقوا معنا، لكن تعلم. كان المفروض إن أنا أكتب لك الحروف كلها هنا وعلى حركة الضم وابدأ نقرأها، لكن أنا أصريت إن أنا أكتبها أمامك كي تشاهد، عشان عينيك أنت تشوف كده أنا بكتب إزاي، عشان تحاول تكتب زيي، تحاول تكتب زي اللي على السطر على السطر واللي تحت السطر تحت السطر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان شئت ربي جعلت الحزن سهلا. نبدا على بركه الله ونقول الف عليه. الالف ده الف، ده الف اهو، الف اهو، ده الف، ده اسمه الف، بس لما يكون عليه حركه اتغير صوته، حركه الضم. الضم اللي هي الواو الصغيره غلط بقت اسمها او. ها بو تو ثو. هتلاحظ ان ده التلاتة قد بعض، مفيش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. مش هقول لك قيس يعني بالمقاس، لا، بس يعني حاول تخلي الباء قد التاء قد الثاء، وكذلك الجيم والحاء والخاء. ثو جو جو. شوف الجيم دماغها فوق السطر ورقبتها فوق السطر والقاعدة بتاعتها تحت السطر اهي. جو حو خو. وطبعا احنا عندنا حلقات كثيرة لتعليم خط الرقعة وخط النسخ موجودة في القناة. خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو شوف انا ببدأ ازاي. وبرضو عندنا حلقات بتعرفك ازاي تبدأ الحرف. طو ذو عو غو فو قو السابقة ان اي حرف له جزء فوق السطر وجزء تحت السطر يبقى له شكلين اثنين في الكتابة، شكل
يكتب في بدايه وسط الكلمه والشكل يكتب في نهايه الكلمه. كل الاشكال دي اللي هي جزء فوق وجزء تحت سطر دي بتكتب في نهايه الكلمه. يعني كل الحروف دي بنفس شكلها كده تكتب في نهايه الكلمه، تكتب في نهايه الايه؟ الكلمه. طب والحروف اللي بتكتب في بدايه وسط الكلمه، هناخد حرف زي ده، احنا بنعمل فيه ايه؟ احنا بنعد الايد فقط، ما نعملش فيه حاجه، ما نغيروش، ما بنغيروش خالص، احنا هنغير حرف الكاف بس. الكاف بس هو اللي اتغير. انما ده مش هيتغير. امال هيتعمل فيه ايه؟ الجيم اهي. الجيم اهي. مش دي الجيم؟ اهي. اهي. وادي النقطة بتاعتي. بدل ما انزل كده، لا هاخدها على السطر. بس هعمل ايديها على السطر. بس. تمشي مع ايه؟ الجيم. والحاء والخاء. ركز. والسين والشين والصاد والضاد، كل دي. بس ما تنساش ان الضاد، اوعى اوعى تعمل الصاد زي الضاد. الضاد تفرق في ايه بقى؟ الصاد اهي. اوعى تنسى السنه دي. فرق ما بين الصاد والضاد النقطه. بس اوعى تنسى سنه الصاد. طب والضاد؟ الضاد برضه لها سنه. انما الطاء هي اللي مالهاش. ولا الطاء ولا الضاد. تمام؟ وكذلك اللي هينطبق عليه الشرطين الاثنين، يعني يبقى لها شكلين اثنين، العين والغين. والعين هتقعد ازاي؟ اهي راس العين اهي، والرقبه والقعده اهي على السطر، والقاف واللام والنون. الهاء عندي اربع اشكال، الهاء عندي باربع اشكال، اختار منهم بس ثلاثه. اختار منهم ثلاثه، هنقولهم واحده واحده ان شاء الله. ادي شكل، وادي كمان شكل، وشرحناها في الحلقات السابقه، وادي كمان شكل من غير نقاط، دي اسمها هاء من غير نقاط، وادي كمان شكل. تمام؟ الكاف اللي احنا قلنا عليها هتبقى كاف. الكاف دي شكل، والشكل الثاني مختلف خالص عنها. اهو دي بتيجي في نهايه الكلمه. يبقى الحروف دي يا حبيب قلبي، كل الحروف اللي قدامك دي بتاتي في نهايه الكلمه فقط. في نهايه الايه؟ الكلمه. تمام. الميم مختلفه حبتين. الميم دي بقى تاتي ممكن بالشكل ده، هي لها اكتر من شكل، بس احنا هناخد شكل واحد بس. الشكل ده ياتي في بدايه الكلمه، وفي وسط الكلمه، وفي نهايه الكلمه. الشكل ده. اما الهاء دي تاتي في بدايه الكلمه، بدايه الكلمه اهي. يعني احنا ممكن نعدل او نعمل دوائر حوالين الكلمات الحروف اللي بتاتي في بدايه الكلمه اهو. بتاتي في بدايه الكلمه اهو. ركز كويس جدا. ده كله يبدا ياتي في بدايه الايه؟ بدايه الكلمه اهو. كل ده بياتي في بدايه الايه؟ الكلمه. الالف ياتي في بدايه الكلمه بالشكل ده. طب امال الباء؟ الباء يا استاذ دي لما تيجي تبدا في الباء بدايه الكلمه تعمل ايه؟ انا هطلعها ايدها بس هعدلها ايديها دي. مش لاقي ايدين اثنين اهو؟ ايدين اثنين اهو. ادي ايد وادي ايد. انا هفردها الايد دي بس. الايد دي بدل ما تبقى فيها كده كده اهو، لا انا هعملها على السطر. هعملها على السطر ازاي؟ هفردها على السطر. هشدها على السطر اهي. تبقى جايه كده اهي. دي بتاتي في بدايه الكلمه وفي وسط الكلمه، اما دي بتاتي في نهايه الكلمه، في نهايه الكلمه، في نهايه الكلمه، في نهايه الكلمه. وعرفنا ازاي نعمل دي، وعرفنا ازاي نعمل سين والشين والصاد، نفس الكلام، الصاد والضاد ينطبق برضه على السين والشين، والعين والغين عرفناها، والكاف. الكف اهي يا حبيب قلبي. قال الكف في نهايه الكلمه، والكف في بدايه الكلمه اهي. زي الدال الكبيره، دال بس كبيره شويه اهي.
طبعا الكل عارف الكلام ده والحاجات دي شرحناها في الحلقات السابقه كتير جدا جدا جدا. نقرا مع بعض بقى الحروف. ها، ضميت بقي ضمه يعني اضم فمي او تمي. او او بو تو ثو جو حو خو دو ذو ذو. اوعى تنسى الذا ذا الحروف اللدويه ذو لازم تبينها ذو ذو ما هيش ذو اهي ذو يعني ذا 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 مفتوحه اهي واضحه اهي ذا بس الميه قولي ذو رو ذو. هنا بقى مفيش ايه ما تحطش لسانك بين اسنانك ذو زي ايه ذا ذو سو شو صو ضو ضو. فرق ما بين الحروف المضخمه ضو ضو اختها ايه دو مرققها ايه دو ضو دو ضو. وعملنا برضو حلقه في سابقه من ضمن النصائح بالحروف المتشابهه والحروف اللتويه ضو طو ضو ضو. الضاء من الحروف اللتويه عندي ثلاثه هم الثاء والذال والضاء حروف لثويه. ها عو غو فو قو كو لو مو نو هو وو يو. تمام، ركز في الياء. بنخاطب الشعب المصري اهو، الياء لازم يكون تحتها نقطتين، لازم تكون تحتها نقطتين، من غير نقطتين ما تبقاش ياء. ركز معايا كويس. ها هنبدا ناخد كلمات بقى فيها حركة الفتح والكسر والضم. يعني ايه؟ عشان اعرف اقرأ. بيقول لي ايه؟ اكتب لي كلمة شرب شرب شو؟ شين ايه؟ تنفع هنا بقى كده؟ ما تنفعش الشين دي. لأن الشين بتاعت في نهاية الكلمة. شو وحط الضم عليها شو شو ري ري ادي الراء تحتها ايه كسر شو ري شو ري شو ري شو ري شو ري با با شو ري با 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 شوري با شوري با شوري با شوري با لو لو عبا لو عبا ادي اللام لو ادي اللام. شفت اللام اهي دي بتيجي في نهايه الكلمه اعدلها اعدل ايديها المعوجه اللي تحت صدري اضعها على السطر زي ما انت قلت كده لو لو عي العين اهي جاهزه اهي لو عي لو عي عي تمشي عين كده تمشي عين كده ادي اللام وادي العين لو عي دي صح دي قاعدة صح حاول تكتبها حاول تكتبها هي ايه انا بالقلم والرصاص بس وبقفلها بس بقفلها وخلاص اهي ما اعملهاش بقى كبيره كده ها واقعد اعمل فيها كده ما ينفعش خالص لا طبعا ما تبقاش كبيره ضخمه كده حاجه صغيره خالص ما انتش عارف اعملها كده لو عي لو عي با با ادي الباء با لو عي با لو عي با. طيب فاهما فاهما ده ما فيهاش فا ادي الفا يا استاذ اهي فا فا هي هي اخد انا هاء يا استاذ انت قلت لي دي دي تمشي دي تمشي في البدايه وفي النص تمشي في البدايه وفي النص بس ما تجيش في الاخر. طيب امال دي شكلها ايه امال دي ايه يا استاذ دي بقى اللي صح بقى دي كقاعده دي اللي تمشي بالفعل في النص بس مش في كل الكلمات مش في كل الكلمات دي تمشي في النص لما يكون في حرف قبلها هيتصل بيها وحرف بعدها هيتصل بيها. شوف يا لا ايدين اتنين ادي ايد وادي ايد فرده والاثنين على الصدر
عشان كده في حرف قبلها يتصل بيها يبقى اهي اهي، وده الثانيه اهي فوق فوق هي فو هي ما ما ما. احنا قلنا الميم دي تمشي في كل الاحوال في كل الاحوال اهي. بعملها ازاي؟ ركز بكل سهوله، ادي الهاء اهي او الحرف اللي قبل الميم برفع له دماغه سنه اهي، واعمل علامه اكبر من صغيره كده، كله طبعا عارف علامه اكبر من او سبعه مقلوبه كده اهي، هلزقها فيها اهي، اعملها لك لون تاني عشان تاخد بالك منها اهي. يبقى عملت رقبه للميم، دي رقبه الميم على فكره مش الهاء، والسبعه المقلوبه اهي شوف، وانزل من السبعه المقلوبه من عند السهم بتاعها عند الراس بتاعها اهي بس خلاص. فهم 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 فهم. طيب نكتب كمان شرح شرح شو، ادي الشين يا استاذ، شوف الشين بقى اهي شو، ما تنفعش كده، لازم اعدل ايديها، طالما اوصل بيها حرف يبقى لازم اعدل ايديها. للناس اللي بيقول لك مش عارفين نجمع الكلمه، ما تعرف مش عارف تجمع الكلمه، ما تتعاملش كتير مع الجوال او مع الهاتف عشان تقدر تجمع الكلمه، والتجميع اخذناه في الحلقه السابقه والسابقه والسابقه كتير. هنا كل حاجه بفضل الله موجوده عندك هنا. شو ري ري شو ري ري، ادي الراي يا استاذ، ري يبقى شو ري شو ري شو ري. با با با، ادي الباء، الباء تتصل بالراء؟ لا ما تتصلش بالراء. ليه يا استاذ؟ لان الراء من الحروف السته. ايه هما الحروف السته؟ هنكتبهم تاني مره اهو، الالف اللي بدون همزه والالف المهموس والدال والذال والراء والزاي والواو. عدهم كده، هنعلم عليهم باللون الاخضر. ادا واحد اثنين ثلاثه، ثلاثه يعني اربعه خمسه سته، ست احرف. الالف المهموس اللي بدون همزه يعتبر الف الف بس. طيب دول ايه نظامهم يعني؟ دول اي حرف ياتي بعدهم لا يتصل بهم، اي حرف ياتي بعدهم لا يتصل بهم. امال هم يعملوا ايه؟ يتصلوا باللي قبلهم بس، يعني الالف يتصل بما قبله والالف المهموس والدال والذال والراء اهي، الراء متصله باللي قبلها اهو اهي. هعمل كده اهو، هعمل لها ايد هنا اهي ها، والذيل والذيل والواو. طيب اي حرف يجي بعدهم ما يتصلش بيه. طب ما احنا بنقول شوريبا، طب ما هي الباء جايه بعد الراء، ما لا ما تتصلش اهي، برافو عليك. شوريبا با شوريبا 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 شوريبا. هزيما هزيما هزيما، وكلمة أكلة جميلة أوي هنقولها. هو الهاء أهي تأتي في بداية الكلمة أهي، كل اللي متعلم باللون الأخضر ده يأتي في بداية الكلمة، ما عدا حروف بتأتي في البداية والنهاية والوسط اللي هي إيه؟ الحروف الستة دول. دول بياتوا في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة زي الميم بالظبط. زيهم زي الميم، يبقى الألف والدال والذال والراء والزاي والواو دي حروف تأتي في بداية الكلمة بنفس الشكل. بداية الكلمة بنفس الشكل، في وسط الكلمة بنفس الشكل، في نهاية الكلمة بنفس الشكل. تمام؟ كذلك الميم، برغم إن الميم لها أكثر من شكل، بس إحنا عودنا بس نفس إيه؟ يعني حاول تتعود حتى على شكل واحد. أنا عايزك تتعلم، ولما تيجي تتعلم أكثر من ميم يبقى في حلقات تحسين الخط العربي اللي عندي هتلاقي فيه اكثر من مين. تمام.
هوزي هوزي زي ادي زي. ما عملتش ده يا استاذ، ما انا ما قلتش هوزي، ما قلتش هوزي، ما حطيتش لساني بين سناني، انا قلت هوزي. ركز قوي ما بين ازاي ازاي والذال ذا ذا، دي اسمها ايه؟ زا 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 زي زو. اما دي اسمها ايه؟ ذا ذي ذو ذو. هو زي ما ما. الميم تشبك يا استاذ؟ يا باشا اما الحروف الستة اهي مفيش اي حاجة تشبك بعدها اهي يا استاذ اهي، يبقى الميم لوحدها. في اكتر من ميم حبيب قلبي، ادي ميم اهي بتيجي في نهاية الكلمة، ادي شكل ميم بتيجي في نهاية الكلمة. هوزي ما هوزي ما هوزي ما. ناخد قرئ 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 قو، ادي القاف. قو قوري قوري ري الراء. قوري قوري ألف. الألف يا أستاذ تتصل بما قبلها، تمام الألف تتصل بما قبلها، بس هنشوف الحرف اللي قبلها. الحرف اللي قبلها مدد إيده، يعني إيه مدد إيده؟ الحرف اللي قبلها من الحروف دي ولا من الحروف دي؟ لا ده من الحروف الستة يا أستاذ. طالما من الحروف الستة يبقى بن إيه؟ بنعامله نفس المعاملة. الراء تتصل بالحرف اللي بعدها؟ لا، مهما كان مهما كان أي حرف، أي حرف بقى، لو الألف جه بعد منه دال، الدال ما تتصلش بالألف، لأن الألف أي حرف بعده لا يتصل به. أهو لا يتصل، أهو لا يتصل، أهو لا يتصل، مفيش. حتى لو جه بعد منه حرف أهو. يبقى اذا الحروف دي لو جت ورا بعضها ما تتصلش ببعضها خالص. قوري ا ا اهو ا قوري ا قوري ا، كلمه جميله. سئل سو، ادي السين يا استاذ. سو سو اي سو اي اي سو اي. غلط ليه؟ ركز بقى معايا في الحته دي بس. ليه ما عملتش الهمزه كده بس، ما عملتش الالف كده ليه؟ ركز معايا، ليه عملت هنا الالف كده؟ ركز معايا، ركز معايا كويس. سو اي اي، هنا الهمزه بنقول عليها تكتب همزه على نظره، ودي قاعده الهمزات هنقولها ان شاء الله قريب جدا. سو اي سو اي لا سو اي لا سو اي لا. سو اي لا سو اي لا سو اي لا. قاعدة الهمزات سو اي لا سو اي لا. اخر كلمة نجح نو، ادي النو. نو نوجي، شوف واحدة واحدة هتعرف تتبلى كل حاجة. نوجي، احنا قلنا الجيم الحاء الجيم والحاء والخاء والعين والغين، اذا جم في وسط الكلمه او في نهايه الكلمه برفع الحرف اللي قبلهم شويه. اه اه نوجي اه نوجي، ما ينفعش اعملها كده غلط. نوجي 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 اهي، الجيم مكسوره اهي. نوجي حاء حاء، ده في حاء كمان، يبقى ارفع الحرف ده، ارفع الحرف ايا كان هو اي حرف، ارفع الحرف اعمل رقبه كده عشان الحاء هتيجي في نهايه الكلمه، هي في اهي. نوجي حاء حاء، ما
ما ينفعش اعملها كده نجحا، ما تنفعش نجحا. نقدر نعمل من الحروف دي يجي اكثر من 300 كلمه، 300 كلمه، 400، 500، 1000 كلمه من الحروف دي. اه من الحروف دي، مفتوح مع مكسور مع مضموم. ابدل ابدل ابدل، الراء احطها قدام، الشين احطها في النص، حتى لو الكلمه ملهاش معنى، حتى لو الكلمه ملهاش معنى، عود نفسك ازاي تنطق، كيف تنطق الحرف بالحركه قراءه صحيحه، نطقا صحيحا، ازاي تنطق نطق صحيح، ازاي تتلفظ لفظا صحيحا، حرف بحركته سواء مفتوح او مكسور او مضموم. إيه لو عايز تاخد املاء، ممكن من اليوم النهارده نبدا ندي املاء على الايه؟ على النصائح دي بقى، وركز، دي اول مستوى، دي اخر حلقه في المستوى الاول، هم اربع مستويات، دي اخر حلقه في المستوى الاول، لو استمريت معايا ان شاء الله ها الحلقه القادمه ان شاء الله اللي هي النصيحه الثامنه ان شاء الله هتبقى بدايه المستوى الثاني. احنا كده وصلنا لغايه 30% من القراءه والكتابه الصحيحه، 30% من القراءه والكتابه الصحيحه بالمستوى بنهايه المستوى ده، يبقى المستوى الاول بيدي 30%، المستوى الثاني بيدي 40% لوحده، المستوى الثالث 15%، والرابع 15%. ماشي، فركز معايا كويس جدا، المستوى الاول خلص اهو بنسبه كويسه جدا، ها يا ريتك تركز، ما تتنقل، لا تنتقل الى المستوى الثاني الا بعد ما تكون اتقنت كويس جدا كيف تقرا الحروف، كلمات كتير، واكمل املاء، شورب الشو يبقى الشي شو، وانت اجيب الكلمه للاخر الثاني، شوري يبقى بعد الشين راء، شورب يبقى بعد الشين والراء حرف الباء. ماشي، قادمة قا قا قا، ما قالش كا قا، يبقى القا، اكتب القا واحط عليها الفتحه وارجع اقول الكلمه تاني، قادي دي، خد بالك الاملاء الصحيحه بتاتي من الاستماع الجيد، استمع جيدا واللي تسمعه تنفذه بالحرف، ما تسمعش القاف وتيجي تكتبها تقول قادمة بالكاف، لا طبعا، سمعت قاف تقراها قاف، سمعت ضاد تقراها ضاد، صاد تقراها صاد، ذا تقراها ذا وتكتبها ذا بالشكل ده، صدقني اقسم بالله يعلم ربنا سبحانه وتعالى ان ولا خطا تخطأ ولا خطا بفضل الله. ركز معايا كويس جدا، لا تنتقل بعد الحلقه السابعه دي الى الحلقه الثامنه الا اذا وصلت المستوى 100% في الحلقات اللي عدت، 100% قراءه وكتابه واملاء بالشكل ده، صدقني اللي جاي اسهل بكتير قوي، بس لازم توصل هنا لمستوى 100%. ناخد املاء، اكتب يا باشا عزما، هاربا، قفلا، كفايه على كل الكلمات دول. اكتب بهذا القدر اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او من خارج البلاد زائد 210-211-69941، والى لقاء اخر، نترككم في رعايه الله ومنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.